صحيح. اذا انت شايف شريحه زين ومثلا راوتر اللي هو هذا نتجير ما ينفع يصير بطيء. لا ما ينفع مع شرايح ما ينفع. ما يزبط. جربت انا خديت لي شو اسمه هذه اكستندر مع الواي فاي ما يزبط معه شيء ضعيف. ستوريج ار ايه عم لحلوة هذا مركز على ركز اني واضح ركز ما ادري الطرف ولا لا بعد ايش ذا ايوه والله اللي لازم شاده